الدولة، حيث يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين يشارك خلالها في القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية. ومن المقرر أن تناقش القمة الثلاثية الثلاثاء تنسيق المواقف، فضلا عن سبل تعزيز التعاون المتميز بين الدول الثلاث في مختلف المجالات ومتابعة برامج ومشروعات التعاون، إضافة للقضايا الإقليمية ومن بينها الأوضاع في سوريا وليبيا والتطورات في المنطقة بأسرها، فضلا عن بحث تعزيز التعاون في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي قمة ثنائية مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاتيادس في قصر الرئاسة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة. كما يلتقي الرئيس السيسي أيضا مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس لبحث سبل تعزيز التعاون.